اليوم قاعدين عم نشتغل على قطعة كتير مهمة فيها تفاصيل كتير حلوة. أكيد حفرناها هلا مثل ما تشوفوا عم نحاول نطلع التفاصيل الصغيرة. هاي راح استخدمها عندي بالمين انترنس وعلى الدرج. صار السيليكون جاهز هلا. نشوف هاي الكورنر. احنا هلا بمدخل الفيلا اللي شغلنا فيها اليوم. اشتغلنا الزوايا، شفتوا الحفر، شفتوا السيليكون، شفتوا الصب. هلا الحمد لله ركبت المولدات مثل ما انتم شايفين الكورنرات. الحفر تبعها رح تشوفوا جماليته. القيدرة تفتخر انه تظهر الـ3D اثناء التسليم، وبدي اياكم انتم تكونوا شاهدين على نسبة المطابقة بين السايت وصور الـ3D. تابعونا لنوصل سوا ليوم التسليم.